الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. جوستاف ماهلر الموسيقي الذي سبق عصره. كل فن هو رمز فحسب، وكل ما لا يمكن الوصول إليه سيصير هنا حادثا، وما لا يمكن وصفه قد جرى هنا فعله. إن الأنوثة الخالدة تجذبنا إلى أعلى. بهذا أنهى ماهلر سيمفونيته الخالدة ناقلا نشيد جوقة الملائكة الأخير في مسرحية فاوست ليجنه. تخيلوا أن الكون قد بدأ الغناء. إنها ليست أصواتا بشرية بعد الآن، بل نجوم وكواكب تدور وتدوي، قال عن سيمفونيته الثامنة الألفية. جوستاف ماهلر هو مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا من مواليد بوهيميا 1860. اشتهر طوال حياته كقائد أوركسترا أكثر من كونه مؤلفا، ذلك كون موسيقاه لم تكن تلقى إقبالا ورواجا من معاصريه. بدأ ماهلر الصغير حياته الموسيقية بتعلم العزف على البيانو وهو في سن السادسة، ولما بلغ 15 انتسب إلى معهد فيينا الموسيقي فتتلمذ على أيدي عدد من كبار موسيقي عصره: روبرت فوكس، يوليوس أبشتاين، فرانز كرين. بعدها بثلاث سنوات التحق بجامعة فيينا حيث كان السيمفوني العملاق أنتون براكنر محاضرا فيها، فدرس التاريخ والفلسفة إضافة إلى الموسيقى. خاض أول تجاربه في التأليف الموسيقي مشاركا في مسابقة جامعية، فألف كينتاتا أغنية رثاء داس كليجند بلايد، وقد خسر تلك المسابقة بقرار لجنة التحكيم التي كان يترأسها جوهانس برامز. عام 1880 بدأ ماهلر مسيرته كقائد أوركسترا في مسرح باد هول الصيفي، وبمرور الأعوام عمل في مسارح أهم وأكبر: 1881 مسرح ليوبليانا، 1882 مسرح كوسيتش، 1883 مسرح فيينا ومسرح كاسل، ثم مسارح براغ، ليبزيغ وبودابست. وفي عام 1887 سجل اسمه كواحد من أهم قائدي الأوركسترا في عصره بعد أن قاد أوبرا فاغنر خاتم النيوبلينغ، محققا مكاسب قياسية وشهرة واسعة، حتى أن يوهانس برامز سحر بقيادته لأوبرا جيوفاني. شهد عام 1895 مأساة كان لها شديد الأثر على ماهلر، فبينما كان هو في هامبورغ قام أخوه الأصغر أوتو والذي كان مؤلفا موسيقيا أيضا بالانتحار، واضعا حدا لحياته التي لم تتجاوز 21 عاما. بعد هذه الحادثة بعامين تولى أهم وأفخم منصب موسيقي في الإمبراطورية النمساوية، حيث عين مديرا لدار أوبرا فيينا. تزوج عام 1902 من ألما شيندلر وأنجب منها ماريا آن وآنا جوستين. لم تصمد ماريا آن كثيرا في الحياة، فتوفيت في الرابعة من عمرها محطمة فؤاد والدها، منزلة به أشد أنواع الكآبة والعذاب. وبما أن المصائب لا تأتي فرادى، فقد تم تشخيصه في نفس العام مصابا بمرض القلب، كما حرب كثيرا لأسباب فنية أحيانا ولأسباب سياسية في أحيان أخرى. فاتهم بمعاداة السامية وأصبح هدفا رئيسا للصحافة. أمضى ماهلر آخر أيامه في صراع شديد مع المرض، فتوفي عام 1911 وهو في الخمسين من عمره، قبل أن ينهي سيمفونيته العاشرة، وقد كانت آخر كلمات حياته: موزارت، بمعنى عزيزي الصغير موزارت. بطبيعة الحال فإن موسيقى ماهلر هي حياته نفسها بكل ما شهدته تلك الحياة من حب وألم وصراع. لقد كانت له رؤية خاصة لهذا العالم، عالم تتداعى أقطاره غارقة في الفساد والنفاق، عالم قاس مؤلم لا يرحم أبدا. وهكذا كانت سيمفونياته عنيفة مجلجلة تتسع للعالم كله، كما كان يقول:
كانت تعكس صورة المجتمع الغربي في لحظة استحلاله الأخلاقي وضياعه، وهذا ما لم يفهمه معاصره حينها. ألف ماهلر 9 سيمفونيات كاملة، وخصص لكل واحدة ترسانة أوركسترا ضخمة ليزيد اتساع مداها إلى أقصاه، كما ألف رباعية للبيانو ومؤلفات عديدة أخرى لن يتسع لنا ذكرها. لماذا نتحدث عن ماهلر دون غيره؟ أستطيع القول وأنا أسمع سيمفونيته الثانية الآن بأن نفوسنا البشرية يطيب لها أن تشارك بعضها مشاعرها وأحاسيسها، وخاصة تلك الحزينة منها التي تعصف في ساعات الخلوة والتأمل، بل إن نفوسنا تندشي بانسحاق آلامها في بوتقة فنية معبرة تكون لوحة أو معزوفة أو كتاب. أننكر أن أشد ما يستهوينا عند قراءة الأدب هو تلك الشخصيات التي تناقش في ضميرها وذاتها ضميرنا نفسه، مشاكلنا، كوابيسنا ومخاوفنا نفسها. إن الفن هو الملجأ الذي يطيب للروح أن تلبث فيه في ساعات خلوتها، ولهذا بالتحديد كتبت عن ماهلر، لأن موسيقاه تمس جوهر تلك الروح وتناجي آلام الحرب والموت التي أرهقتنا وما زالت تفعل. نعم، لقد حان وقت ماهلر.